كلمتين. واضح. مثال ما هو من كلمة ما يتكلم حد؟ قولي. فما ربحت تجارته. مثال ما هو من كلمة؟ من كلمة. ألم نخلقكم؟ لا. هذا مش مثال. أينما تكونوا يدرككم الموت. واضح هذا ما هو من كلمة مثلا؟ طيب من كلمتين قول أنت يا رزق. ما عنديش مثال آخر. يعني لابد يعني تبحثوا في المسألة اللي أعطيها لكم، جيبوا أمثلة معا، لما تبحث وتطلع أمثلة تستفيد جدا. طيب، إدغام المتجانسين قلنا إذا اتفق الحرفان في المخرج والصفة واختلف في الصفة كالدال والتاء أو التاء والطاء أو الذال والفاء أو الذال والضاء، فهذا ما يسمى بإدغام المتجانسين. أعطيني مثال تراه أنت، أنت أعطيني مثال في إدغام المتجانسين من كلمتين. ما كتبتش؟ أه؟ لماذا؟ جبت الكراسة؟ أه؟ خذ ورقة، اكتب الدرس هذا باش نسلك عليه. دروس تقديم أخذها مع أصحابك وراجعها، وهي النزلة على الـ على الـ الصفحة. طبعا المدرسة تجب تاخذ وتسمع وتستفيد إن شاء الله السنة معك. طيب، أما إدغام المتقاربين، قلنا إذا تقارب الحرفان في المخرج وفي الصفات بأن يكون الحرفين متجاورين مثل الدال والسين والراء واللام والقاف والكاف. أمثلة ذلك كثيرة، نأخذ منها مثال ما هو من كلمتين في اللام والراء، وقول ربي. واضح؟ وقول ربي. فتدغم اللام في الراء، يعني إدغام يذهب بذات اللام وصفتها. واضح؟ طيب، حكينا شوية فيما يخص أنواع الإدغام بحسب الوجوب والامتناع وبحسب درجة التأثر، وأحيانا يعني أشياء تبقى يقسم الإدغام بحسب درجة التأثر بين الحرفين المتجاورين اللذين يقع بينهما فيهما الإدغام إلى إدغام تام قلنا يعني كامل أو إدغام ناقص، لأن الحرف إذا إن أدرج في الثاني ذاتا وصفة بأن كان مثلين أو متقاربين، وانقلب الذات الأول إلى الثاني وصفته إلى صفته فالإدغام حينئذ تام. نحو إدغام التاء في الطاء مثلا، مقال طار، فتدغم التاء ذاتا وصفة لا يبقى منها شيء، أدغمت التاء في الطاء ذاتا وصفة فلا تسمع لها أثر. وقال طار، هذا إدغام كامل، إدغام تام. وأن ندرج الحرف في الأول في الثاني ذاتا أي مخرجا لا صفة بقيت من صفته شيء، بأن كان الحرفان متقاربان أو متجانسان فانقلب ذات الأول إلى ذات الثاني ولم تنقلب صفته إلى صفته بل بقيت في التلفظ، فالإدغام حينئذ يكون ناقص. الصفة الباقية من الحرف الأول قد تكون غنة أو يكون اطباق أو يكون استعلال. يكون غنة مثلا في إدغام النون الساكنة أو التنوين في الواو أو الياء، فتقول من يقول تقول من يقول، فأدغمت النون مخرجا لم يبقى لها أثر، لا يعمل العضو عمله في النون المظهر، ولكن بقي شيء من الغنى الذي هو صفتها ألا وهو من النون الذي هو صفتها ألا وهو الغنى. واضح؟ كذلك الإطباق في الكلمات الواردة في القرآن الكريم، بسطت وفرطتم فرطتم، يعني يبقى الاستعلاء، يدغم الحرف لا ينطق من مخرجه ولكن تبقى صفته سواء كانت اطباقا او استعلاء او غير ذلك. طيب، احكام الميم والنون، احكام الميم والنون مش ناخذوا يعني قسط يسير، وفي كل مره ان شاء الله المره الجايه نرجعوا وناخذوا بعده ان شاء الله. طيب، توا ما نكتبوش مزروبين على ستيكوات والكريمة ما فهمتش على شيء. يعني إذا الساعة وبعد يا حمار يلا.
طيب احكام الميم والنون، ميم والنون شكون مش ما يعرفوش، ميم والنون حرفان من حروف الهجاء. يتميز الميم والنون، حرف الميم وحرف النون، بان الصوت يجري فيهما من تجويف الانف او الخياشيم. ما هو تجويف الانف او الخياشيم؟ الخياشيم هي تجويف الانف، يعني ذلك الفراغ الذي يكون تابع للانف، فذلك يسمى تجويف الانف ويسمى الخيشوم. والصوت الذي يحدث عند نطقك لحرف النون او الميم يخرج من ذلك المكان، يخرج من ذلك المكان. يعني نحن عندنا هنا كيف هكا مثلا، مثلا يعني فهذا مثلا تجويف الأنف، هذا تجويف الأنف، وهذا هو الفراغ الذي يكون داخل الفم، فالصوت يخرج من هنا من الوترين، ينشأ من هنا ثم يستمر مباشرة ولا يخرج من هنا. لماذا؟ سنقول لماذا، بل يخرج من الأنف، من الأنف. واضح؟ علاش؟ الصوت في هذين الحرفين يجري من تجويف الأنف أو الخياشيم، ولذلك وصفهما قبل ما نعلم علاش، قلنا وصفهما كثير من الدارسين في المجال هذا، وصفهما بأنهما صوتان أنفيان، كما وصفوا مثلا الحروف التي تخرج من الحلق حروف حلقية، أو وصفوا كذلك حروف لهوية أو حروف ذلقية تخرج من ذلق اللسان، أو حروف شفوية تخرج من الشفاه. فالحروف أنفية تخرج، لأنها تخرج لأن الصوت يخرج من الأنف. وتتلخص، هذه ركزوا فيها مليح، تتلخص طريقة النطق بهما أي بهذين الحرفين بالميم والنون في أن تعترض أعضاء النطق الصوت في الفم أو الشفتين. طيب ما هي أعضاء النطق التي تعمل في حرف النون مثلا؟ حرف النون ما هي أعضاء النطق التي تعمل فيه؟ أقول لكم طرف اللسان مع، لا ليس شفتين، طرف اللسان ركز معي، طرف اللسان اللي هو هذا مع ما فوقه من أصول الثنايا، سنيك الفوقانيين هذا ثنايا، المسوس قلنا يسماه ثنايا، اللي بجنبهم يسماه الرباعين، اللي بجنبهم يسماه الأميان، اللي بعدهم يسماه ضواحي، ثلاثة بعدهم يسماه طواحين، بعدهم يسماه النواجذ، هذا تنفصلوه إن شاء الله فيما يخص باب المخارج، لأنه مهم جدا أنك تعرف أسماء أسنانك. الثنايا هذم لو تعمل هيك صبعك، أكرمك الله، تعمل هيك صبعك ودخلهم وراء الثنايا، اشتلقى تبقى لحمة، لا مش حفرة، تبقى لحمة رطبة، دخل زيت دخل شوية تبقى لحمة مجرحة فيها خطوط، لكن اللحمة الرطبة هذيك اللي بعد الثنايا مباشرة من هناك. من هناك يتكون حرف النون، يعني طرف اللسان يضرب هنا. أن واضح؟ أن واضح؟ واضح عندي هنا. فهذه آلات النطق، هذه تسمى آلات النطق. اللحمة اللي فوق هذيك اللي فوق أصول الثنايا وطرف اللسان، هذه تسمى أشياء آلات خدمتنا الحرف هذا. واضح الحديث ولا لا؟ الصوت خارج من الوتر، الوتر هنا ما يعبرون عنه بأقصى الحلق، الصوت خارج من هنا وماشي في طريقه، أحدث الوتر صوتا وماشي، وهو ماشي 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 واضح ماشي 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 إلى هنا. اللسان ارتفع واعترضه اللسان فمنعه من الخروج، منع الصوت من الخروج. الصوت كان ذكيا، رجع على أدباره ثم خرج من
تجويف الأنف، ولم يفعل كما فعل في بعض الأحرف الأخرى، ابتلع عن الخروج، رضي بالحال، لكن هذا لم يرضى بالحال، رجع وخرج من تجويف الأنف. فهمت العملية ولا فهمتش؟ طيب هذا في النون. في الميم نشأ الحبل الصوتي من الوترين وهو ماشي 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 إلى أن اعترضته شفتين آلات النطق في الميم ألا وهي الشفتان. واضح؟ عرضته شفتان. فبالتالي كذلك لما عرضته شفتان راجع وخرج من الخيشوم. فهمت الحديث ولا لا؟ وتتلخص طريقة النطق بهما أي بالنون والميم في أن تعترض أعضاء النطق الصوت في الفم أو الشفتين. في الفم بالنسبة للنون، في الشفتين بالنسبة للميم، ويجد الصوت من الأنف، يعني لما عرض رجع فجر من الأنف، فيسمى ذلك الصوت المصاحب لهما أي مصاحب للحرفين سواء الميم أو النون صوت أو صوت الغنة، والغنة صفة لهما، فالغنة صفة تابعة للميم أو النون. طيب لحرفي الغنة بحسب ما يجاورهما أحكام متعددة، النون تجاور بعض الأحرف، فتكون النون مجاورة لحرف مستعلي أو لحرف مستفيل أو لحرف متحرك بإحدى الحركات الثلاث، وتكون مجاورة لحرف من حروف المد، تكون فهمت الموضوع ولا؟ فهي تتأثر سواء كان المجاورة نقصد بها مجاورة قبلية أو بعدية، فتكون يعني تتأثر بما قبلها وبما بعدها، وتتأثر كذلك بحسب حركتها. قال بحسب ما يجاورها، يعني حرفي الغنة بحسب ما يجاورها أحكام متعددة، وبحسب حركتها أيضا، حركتهما أيضا أي الميم والنون، يعني بحسب الحركة كذلك اللي فيها في أحكام. تتلخص هذه الأحكام فيما يأتي، مثلا تكون بدأنا بالحكم الأول ألا وهو حكم الميم والنون المشددتين، حكم النون والميم المشددتين، فهذا بحسب حركتها، أو قل إذا نظرنا إلى الأصل بحسب المجاورة، ستعلم ذلك. طيب يحتاج الصوت المشدد، إذا قلنا الصوت إذا معناها الحرف، إذا يحتاج الصوت المشدد إلى إشباع النطق به حتى يستوفي حقه من النطق، أي حرف مشدد، يعني ليس التشديد مختصر على النون أو الميم، فلا حرف الباء مثلا إذا نطقته مخفف ليس كما تنطقه مشدد، مثلا وقد تب، واضح؟ فيأخذ حرف أكثر من المخفف، يحتاج الصوت المشدد إلى إشباع النطق به، يعني المبالغة في النطق به حتى يستوفي حقه من النطق، لأن المشدد في الأصل حرفان ساكن ومتحرك. فمثلا إذا قلنا وتب، ما أصلها؟ تب الأولى ساكنة والثانية متحركة، واضح الحديث ولا؟ الأولى ساكنة والثانية متحركة، فعلى قاعدة الإضغام إذا كان الأول ساكن والثاني متحرك بغض النظر متماثلين أو متجانسين أو متقاربين، إيش نعمل؟ يضغم الأول في الثاني فتصبح وتب، يعتمد اللسان على الثاني اعتمادة واحدة، يصبح حرفا واحدا كالثاني مشددا. فإن كان المشدد نحن حكينا في المطلق ده حروف الهجاء كل، سواء كان قاف سواء كان كاف سواء كان راء سواء كان لام سواء كان إلى، قال فإن كان هذا تخصيص بعد تعميم، عطف الخاص على العام، قال فإن كان المشدد ميما أو نونا اللي هما موضوع حديثنا اللي هما النون والميم المشددة، ف
فإن كان المشدد ميماً أو نوناً وجب الاعتناء به أكثر يعني. نحن قلنا الباء وهي مخففة مش كيف الباء وهي مشددة نعتني بها أكثر. قال لك إذا كان المشدد نوناً أو ميماً اعتني به أكثر أكثر من المشدد فيما سواه وفيما سوى النون أو الميم وجب الاعتناء به واستيفاء حظه من الغنة. أي غنة؟ الغنة التي هي صفة للميم أو النون، الغنة التي هي صفة له. وذلك بالمبالغة يعني تبالغ أكثر من يعني هو لما شدد مثلا حرف الباء لما كان مثقلا مشددا فهذا التفتيل الذي حدث فيه سببه يعني الأصل هو أن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك هذا التفتيل لسبب. أما في النون والميم فلا نقول نقيس هذا نقيس النون والميم على غيرها من الحروف لا الروايه لان الروايه تحكم فينا فلا نقيس ما لقياس في القراءه منخل قال الشاطبي رحمه الله لا ليس لنا مجال في القياس خاصه في مساله القران والقراءه فنزيد نبالغ في النون والميم مبالغه لكن هذه المبالغه حددها العلم وضبطها واضح او مش نعرف كيفاش وجب فان كان المشدد ميما او نونا وجب الاعتناء به واستيفاء حظه من الغنه وذلك بالمبالغه في اظهار الغنه سواء كان التشديد من بنيه الكلمه او كان ناتجا عن الادغام هذا المستوزع ركزوا فيه شويه تفهموا مساهلين مش مصعب التشديد من بنية الكلمة أقل مثال ذلك ما ورد من النونات والميمات في قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الميمات التي شددت أو النونات التي شددت في هذه الآية الكريمة يطلق على النون فيها أنها من بنية أن التشديد فيها من بنية الكلمة هذا يطلق عليه من بنية الكلمة تشديد من بنية الكلمة يعني لم يتكون من كلمتين حتى أن الإظهار الذي كان فيهما في نفس الكلمة ميمين في نفس الكلمة ضمت الأولى إلى الثانية فأصبحت ميما واحدة مشددة فهي تسمى من بنية الكلمة الناس كذلك إن الله غفور رحيم أما التشديد الذي ينتج عن الإضغام فهو كهذا إن نقول أن الأولى ساكنة والثانية متحركة الاثنان من كلمتان واضح فأدغم الأول في الثاني لأن القواعد تقتضي ذلك فأصبحت النون مشددة طبعا فيها غنة كما نعرف ذلك وقيل في هذا أنه أن هذا التشديد وليس أصل للنون ليس كما تقول ثم سواء وصلتها أو وقفت عليها ليس كما تقول ثم كما تقول إن نقول لأنك إذا فصلت إن على نقول فماذا تقول؟ تقول نقول إذا لم تنطق إن قلت نقول فقط هل تشدد النون؟ لا تشدد النون فهذا التشديد جاء بسبب الإدغام واضح الحديث ولا؟ فتقول إن نقول فهذا التشديد ناتج عن الإدغام واضح الحديث ولا؟ مش كل مشتبه مثلا طيب إن نقول كذلك هذه النون تستوفي حقها من الغنة ويبالغ فيها إني أشهد أني بريء مما تشركون هذه النونات والميمات المذكورة في هاتين الآيتين طيب ما فهمنا ترى التشديد من بنية الكلمة أو كان ناتجا عن الإدغام سواء هذا أو هذا فالنون أو الميم تأخذ حظها من الغنة والتشديد يبالغ فيها ليس كما في غيرها من الأحرف طيب فيجب إظهار غنة ما جاء مشددا من الميمات والنونات في هذه الآيات وما شابهها قال مقدار حركتين يعني المبالغة في الغنة ليست مبالغة كما تشاء فيبقى الإنسان
يبالغ في تشديد النون حتى يتجاوز الحد المطلوب. واضح؟ لا، أنت مقيد بشيء يعني ضبطه المعاصرون بأن قالوا التشديد أو زمن الغنة كزمن المد الطبيعي، كزمن مد الأصل. لذلك لما تقول قال اللقاء مد أصلي طبيعي، مش مد أربع حركة، لا حركتين. قال الذي كذلك تأخذ النون حظها مثل ما أخذت تلك الألف، فتقول إن الذي قال نفس الوقت الذي تستغرقه في نطقك للمد الأصل الطبيعي تستغرقه في نطقك في الغنة. واضح عليه ولا؟ طيب، فيجب إظهار غنة ما جاء مشددا من الميمات والنونات في هذه الآية وما شبهها، يعني الأمثلة كثيرة في القرآن الكريم. واضح؟ مقدار حركتين كالمد الطبيعي ويسمى المد الأصلي. وينبغي عدم المبالغة في إطالة الصوت بالغنة حتى تتجاوز ذلك، يعني إذا بالغت يعني خرجت على الشيء الذي المطلوب منك. فمن الناس من يبالغ كثيرا، قل إن في خلق، واضح؟ يتجاوز. وهذا معيب يعني الذراع، وهو من اللحن الخفي كما ذكرت ذلك، فإنه من اللحن الخفي الذي يجب على القارئ اجتنابه. واضح؟ يجب على القارئ اجتنابه. هذا هو يعني أظن أن البحث سهل مع عليكم أنتم اللي تكتبوا الدرس إن شاء الله، بعد تراجعوا فيما بينكم، واللي يستشكل عليه أمر من هذه الأشياء يكتب لنا في ورقة، لما يجي السؤال على ذهنك اكتبوا مباشرة لأنك تنساه. واضح؟ اكتبوا، والدرس الجاي إن شاء الله أعطينا الورقة ونجاوبوك للي نعرفه إن شاء الله. سمع. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلينا العشاء، بعد العشاء خذوا راحتكم في الكتيبة. يلا.